السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن المانديبولار نيرف. بس قبل ما نتكلم عن المانديبولار نيرف هنعمل مراجعة بسيطة كده على المسلز اوف ماستيكيشن. في عندنا أربعة مسلز بنقول عليهم المسلز اوف ماستيكيشن. أول واحدة عندنا وهي التيمبوراليز مسل، والتيمبوراليز مسل بتطلع من الانفيرو تيمبورال لاين وبتطلع من التيمبورال فصة، وفي نفس الوقت برضو بتطلع من التيمبورال فاشيا بس من الديب سيرفيس بتاعها، وبتجي تعمل انسيرشن عندنا في الكرونويد بروسس اوف مانديبول اللي هو ده. ادي الكرونويد بروسس اللي هو الجزء ده، بتعمل في التب بتاعته وفي الانتيرور بوردر، وفي نفس الوقت برضو بتعمل في الانر سيرفيس. طيب تاني مصل عندنا الا وهي الماسيتر مصل، ليها سوبرفيشال بارت وديب بارت، ودي بتطلع من اللور ومن الانر اسبكت اوف زيجوماتيك بروسيس اللي هو ده، وبتجي تعمل عندنا انسرشن فين، بتعمل انسرشن في الريمس اوف مانديبول بس في الاوتر سيرفيس بتاعه. تمام. تالت مصل عندنا الا وهي الميديال تيروجويد، وفي عندنا الرابعه الا وهي اللاترال تيروجويد. يبقى عندنا اربع مصل، ادي التيمبوراليس تمام، وادي الماسيتر بالسوبرفيشال والديب هيد بتاعتها، وادي عندنا الميديال تيروجويد وادي اللاترال تيروجويد. طيب الميديال واللاترال تيروجويد بيطلعوا منين؟ في عندنا ده، عندنا التيروجويد بليت، في عندنا الميديال تيروجويد بليت اللي هو ده ناحيه جوه اهو، وفي واحد ناحيه بره اللي هو ده، وده اسمه اللاترال تيروجويد بليت. بالنسبه للميديال تيروجويد ماسل واللاترال تيروجويد ماسل، الاثنين بيطلعوا من اللاترال تيروجويد بليت. ادي الميديال تيروجويد بتطلع من الميديال سيرفيس اوف لاترال تيروجويد بليت، وبالنسبه للاترال تيروجويد دي بتطلع من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تيروجويد بليت. طبعا زي ما احنا عارفين الميديال تيروجويد بيكون ليها سوبرفيشال وديب هيد، واللاترال تيروجويد بيكون ليها ابر ولور هيد، بس طبعا احنا مش هنقول الكلام ده هنا. طيب هما الاثنين بيعملوا انسرشن فين؟ عندنا الميديال تيروجويد بتعمل انسرشن هنا كده. طيب دي الحته دي اسمها ايه؟ دي الانجل اوف مانديبول، الزاويه بتاع المانديبول، بتعمل انسرشن في الانر اسبكت اوف انجل اوف مانديبول. طيب بالنسبه للاترال تيروجويد بتعمل انسرشن فين؟ هنعمل كده سيلكشن هايند اثرز، اهي اللاترال تيروجويد اهي، دي اللاترال تيروجويد بتعمل انسرشن في الحته دي. الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها التيروجويد فوفيا، وفي نفس الوقت برضو بتعمل انسرشن في مكان تاني ده اسمه تي ام جي، تيمبرو عشان دي التيمبرال بون، مانديبولار عشان ده المانديبول جوينت، تيمبرو مانديبولار جوينت. اللاترال تيروجويد بتعمل انسرشن في الكبسول بتاع التيمبرو مانديبولار جوينت. زي ما قلنا الكلام النهارده مش على المسلز اوف ماستيكيشن، احنا عملنا مراجعه سريعه كده عليها علشان لما نيجي نقول المسلز اوف ماستيكيشن كلها بيغذيها المانديبولار نيرف نبقى عارفين ايه هما. في مسل تانية هنجيب سيرتها في شرح المانديبولار نيرف اسمها الباك سينيتور مسل، الا وهي العضله دي اللي هي عضله الخد. كده خلصنا المراجعة بتاعتنا، تعالوا مع بعض نشوف المانديبولار نيرف. قبل ما نتكلم عن المانديبولار نيرف عايزين نبص بس على تو ماسلز هنا، عشان لما نقول النيرف تو مايلو هايويد نعرف ان المايلو هايويد هي العضلة دي اللي هي بتعمل الفلور بتاع البق. ولما نقول برضو ان في نيرف عندنا بيغذي الانتيرور بيلي اوف دايجاستريك مسل، نعرف ان الدايجاستريك مسل هي العضله دي. تمام، ليها انتيرور بيلي وبوستيرور بيلي، يبقى دي المايلو هايويد وادي الدايجاستريك مسل. طيب نبدا كلامنا عن المانديبولار نيرف. في عندنا حاجه اسمها الكرينيال نيرفز، الكرينيال نيرفس اللي هي الاعصاب المخيه، ودول 12 واحد كلهم بيطلعوا من البرين ستيم اللي هو جذع المخ ما عدا 128 الاول وهو الالفاكتوري نيرف اللي بيطلع من النوز، الثاني الا وهو الاوبتيك نيرف اللي بيطلع من العين. طيب عندنا جذع دماغ بيتكون من ثلاث اجزاء، الميد برين والبونز والمظله اوبلنجاتا تحت. طيب احنا عندنا البونس بيطلع منه نيرف اسمه ترايجيمينال نيرف وهو الكرينيال نيرف رقم 5 اللي هو ده، يبقى ده بيطلع من البونس. تمام، لما نمشي مع الترايجيمينال نيرف هنلاقي حاجه قدامنا كده اسمها الترايجيمينال جانجليون اللي هي دي، والترايجيمينال جانجليون مدينا 3 نيرفس، اول واحد وهو الاوفثالميك نيرف اللي بيدخل الاوربت عن طريق السوبيرور اوربيتال فيشر، وبيدخل مع نيرفات تاني اللي هو النيرف الرابع والثالث والسادس.
طيب في عندنا النيرف الثاني اسمه الماكسيلاري نيرف، اللي بيطلع من الكرينيال كافيتي عن طريق الفورامين روتاندم. والنيرف بتاعنا بتاع النهارده الا وهو المانديبولار نيرف، ده اللي بيطلع من الكرينيال كافيتي عن طريق فورامين شكله اوفال اهو، فعشان كده اسمه فورامين اوفال. تمام، لما المانديبولار نيرف بيطلع من الفورامين اوفال اهو، بيبقى عندنا ترانك وبعدين بينقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. بس هو لما بيطلع من الفورامين اوفال بيلاقي نفسه في فصه. طيب عايزين نسمي الفصه دي التيمبرال بون، الفصه دي تحت التيمبرال بون اللي هو الجزء ده، فعشان كده الفصه دي اسمها الانفرا تيمبرال فصه. تمام، كفاية كده على 3D، نكمل الفيديو وايت بورد زي كده. عندنا المانديبولار نيرف، شفنا في النموذج 3D الترجيم من الجانجليون، وقلنا انها بتطلع 3 برانشز، بيطلع منها الاوفثالميك نيرف، وبيطلع منها الماكسيلاري نيرف، وبيطلع منها المانديبولار نيرف. لكن اذا بالمفاجأة ان المانديبولار نيرف ليه 2 روتس، ليه سنسوري روت وليه موتور روت. طيب السنسوري روت ده بيطلع من الترجيمينال جانجليون، الموتور روت بيطلع من نواه موجوده جوه البونس اللي بيطلع منها برضو الترايجيمينال نيرف. طيب النواه دي اسمها ايه؟ النواه دي بتكون تبع النيرف الخامس اللي هو اسمه ترايجيمينال. تمام، وفي نفس الوقت برضو النواه دي بتكون موتور عشان بتدينا موتور رود. تمام، يبقى النواه دي اسمها ترايجيمينال موتور نيوكليوس. التو روتس اللي هو الموتور والسنسوري الاثنين بيتحدوا مع بعض في الفورامين اوفال، اللي هي الفورامين اللي بيطلع فيها المانديبولار نيرف من الكرينيال كافيتي علشان يلاقي نفسه في الانفرا تيمبرال فصه. لما التو روتس بيتحدوا مع بعض بيعملوا لنا الترانك بتاع المانديبولار نيرف، والترانك دي بتكون قصيره جدا حوالي نص سنتي بس تحت الفورامين اوفال، وبعدين بتنقسم لانتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. المانديبولار نيرف ماشي بالعدل بطريقه فظيعه، يعني عندنا هو بيتكون من موتور روت وسنسوري روت، وبيجي عندنا الترانك بيدينا موتور برانش وسنسوري برانش، وبعدين يجي ينقسم لانتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. الانتيرور ديفيجن ميلي موتور، والبوستيريور ديفيجن ميلي سنسوري. طيب احنا قلنا ان الترانك نفسها بيدينا تو برانشز، السنسوري اي حاجه سنسوري في الفيديو هتكون باللون الازرق، واي حاجه موتور في الفيديو هتكون باللون الاحمر. طيب السنسوري نيرف ده اسمه ايه؟ ده اسمه نيرفس سباينوزس. ليه؟ نسبه ان هو بيعدي من فورامين اسمها فورامين سباينوزم. طيب بيعدي من الفورامين دي يروح فين؟ بيعدي من الفورامين دي عشان يدخل الكرينيال كافيتي تاني. طيب ليه؟ علشان يغذي الديوره اللي هي طبقه من المنجيز اللي هي السحايا اللي بتغطي المخ، وبيدخل معاه ارتري اسمه الميدل مينينجيال ارتري. يبقى اول واحد سنسوري واسمه نيرفس سباينوزس، ولو لاحظنا هنلاقي هو سنسوري بحرف الاس ونيرفس سباينوزس برضو اس اهي، يبقى الاس مع الاس. طيب النيرف الثاني بيكون موتور، وموتور بتبدا بحرف الام، والنيرف ده احنا قلناه مع الماسلز اوف ماستيكيشن، قلنا ان الميديال تروجيد ماسل بتاخد موتور برانش منين؟ من المين ترانك اوف مانديبولار نيرف. يبقى الموتور برانش هو نيرف تو ميديال تروجيد، ميديال تروجيد الام مع الموتور. طيب في حاجه البرانش ده كده بيعملها، فيكون في عندنا في الانفرا تيمبرال فصه جانجليون اسمها الاوتيك جانجليون. طيب هي الجانجليون دي بتكون معلقه في الهواء؟ لا، بيكون ليها روت، الموتور روت بيكون برانش من النيرف تو ميديال تروجيد مصر. البرانش ده بيدخل في الاوتيك جانجليون ما بيقعدش فيها، بيطلع تاني ما بيعملش ريلي، بس هو بيطلع بينقسم الاثنين وبيروح يغذي العضلات الشداده. اثنين ماسلز بنسميهم العضلات الشداده، انت لما بتشد اي حاجه تعمل فيها تنشن، فعشان كده اول واحده اسمها التنسور تيمباناي. طيب ايه هي التنسور تيمباناي؟ التنسور تيمباناي دي بتشد التيمبانيك ميمبرين. ايه هو التيمبانيك ميمبرين؟ اللي هو الاير درام. وفي عندنا عضله شداده ثانيه اسمها التنسور بلاطاي. طيب هي التنسور بلاطاي بتشد ايه؟ التنسور بلاطاي بتشد السوفت بلت اللي هو سقف البق. سقف البق عندنا بيتكون من هارد بلت بيتكون من بون، وسوفت بلت بيتكون من ماسلز بيغطيها ميوكاس ميمبرين. يبقى كده النيرف تو ميديال تيروجويد بيغذي الميديال تيروجويد ماسل، وبيروح بيعدي في الاوتيك جانجلين ويزود ريلي عشان يغذي العضلات الشداده اللي هي التنسور تيمباناي اللي بتشد التيمبانيك ميمبرين اللي هو الطبلت الودن، والتنسور بلاطاي اللي بتشد سقف البق اللي هو السوفت بلت. تمام، قلنا ان المانديبولار نيرف بينقسم لانتيرور ديفيجن وبيكون ميلي موتور، وبوستيرور ديفيجن وبيكون ميلي سنسوري. هنتكلم الاول على الانتيرور ديفيجن اللي بيكون ميلي موتور، ده بيدينا اربع برانشات. احنا قلنا هو اساسا موتور، فبيدينا ثلاثه منهم موتور وواحد بس سنسوري. طيب هنخلص من السنسوري الاول، السنسوري اسمه البكال نيرف، والبكال نيرف بيطلع بتوين التو هيدز اوف لاترال تروجويد ماسل، وبيمشي على الباكسينيتور ماسل اللي احنا شفناها في المودلز 3 دي وهنشوفها تاني اهي.
طيب هو كده بيغذي المصل دي؟ لا، احنا قلنا ان النيرف ده سنسوري، فبالتالي هو هيغذي الحاجات اللي على المصل دي من بره ومن جوه. طب اللي من بره هيكون عليها جلد اللي هي عضله الخد، فهيكون عليها من بره سكين، ومن جوه هيكون عليها ميوكاس ميمبرين. يبقى هو هيغذي السكين اللي حوالين الباكسينيتور المصل، وهيغذي الميوكاس ميمبرين اللي حوالين الباكسينيتور المصل من جوه اللي هو بيعمل الشك والجم. طيب بالنسبه للثلاثه برانشز اللي هم الموتور، دور بيروح للمسلز اوف ماستيكيشن. في واحد عندنا بيروح لللاترال تيروجويد اسمه نيرف تو لاترال تيروجويد مسل، واثنين عندنا بيروحوا للتيمبوراليس مسل اسمهم تو ديب تيمبورال نيرف، وواحد عندنا بيروح للماسيتر مسل اسمه الماسيتيريك نيرف. طيب عايزين تجميعه كده عشان نفتكر البرانشات دي. البرانشات دي متجمعه في كلمه بال تيم، طبعا هي الكلمه مش صحيحه تماما لكن بغض النظر، بي ال تي ام. البي وهو الاول برانش اللي هو السنسوري وده البقل، ال لللاترال تيروجويد، التي للتيمبوراليس، والام للماسيسر. طيب لو جينا نبص على البوستيرور ديفيجن، والبوستيرور ديفيجن بيكون ميلي سنسوري، وده بيدينا ثلاثة برانشز، اتنين منهم بيكون سنسوري وواحد منهم بيكون ميكسد، يعني في فايبر سنسوري وفي فايبر موتور. طيب الثلاثة برانشز دول مجموعين في كلمة عالي، الـ A للأوريكولو تيمبورال نيرف، والـ L لللينجوال نيرف، والـ I للإنفيرور ألفولار نيرف. طيب الأوريكولو تيمبورال نيرف ده بيكون ليه تو رودز بيحوطوا الميدل مينينجيال ارتري زي ما احنا شايفين، بيعدي ورا التي ام جي اللي هو التيمبرو مانديبولار جوينت، وبيعدي ديب للباروت الجلاند عشان يطلع من الابر بول بتاعته. طيب النيرف ده بيغذي ايه؟ هو اصلا اسمه ايه؟ اسمه اوريكولو تيمبورال نيرف. طيب اوريكولو يعني بيغذي الاوريكل، طيب تيمبورال بيغذي التيمبرال ريجون اوف سكالب، تمام. احنا قلنا برضو ان هو بيعدي ديب للتي ام جي، فبالتالي هو بيغذي برضو التي ام جي اللي هو التيمبرو مانديبولار جوينت، وبرضه بيدي سنسري فايبرز للباروت جلاند عشان هو بيعدي ديب ليها. طيب كده خلصنا اول واحد، هنسيبنا من اللينجوال دلوقتي عشان هنشرحه مع المسلز اوف تانج اللي هي عضلات اللسان، لانه هيحتاج كلام كتير ليه علاقه بيها، بس احنا نعرف عنه معلومتين بسيطة في الفيديو ده. هنعرف بس ان هو بياخد الجنرال سنسيشن من الانتيرور تو ثيرد اوف ذا تانج. يعني ايه الكلام ده؟ في عندنا جنرال سنسيشن زي التاتش اللي هي الاحاسيس العاديه، وفي عندنا سبيشال سنسيشن اللي هي زي الفيجن زي التيست الاحساس بالطعم. فهو بيشيل الجنرال سنسيشن من اللسان من الانتيرور تو ثيرد بس، وبيشيل برضو الجنرال سنسيشن من الفلور اوف ذا ماوس اند جمز. وفي سكريت وموتور بارا سمباثيك فايبر بتاجي من الكوردا تيمباناي بتروح تغذي الصب مانديبولار والصب لينجوال جلاند. طبعا الكلام ده اصلا مش لبتوع سنه اولى دلوقتي، يعني انت هتعرفه بعدين. طيب هنيجي عندنا للنيرف الثالث اللي بحرف الاي اللي هو الانفيرور الفولار نيرف، وقلنا ده موتور، وقلنا ده بيكون ميكسد، يعني في موتور فايبرز وفي سينسوي فايبرز، وده اكبر برانش من برانشات البوستيرور ديفيجن، وده بيطلع ديب لللاترال تروجويد ماسل، وبعدين بيظهر عند اللور بوردر بتاعتها، وبيكون ماشي ورا اللينجوال نيرف، بينزل على الريمس اوف ذا مانديبول، وبعدين بيدخل عندنا فورامين في المانديبول اسمها المانديبولار فورامين، والفورامين ده بيدخله على كنال اسمها المانديبولار كنال لانها في المانديبول. وفي المانديبولار كنال بيغذي اللور مولر والبري مولر تيس، وبيجي عندنا بعدين يطلع من فورامين في المانديبول قدام كده اسمه المينتال فورامين، وبينقسم لتو برانشز، بينقسم للمينتال نيرف اللي بيطلع من المينتال فورامين وبيدينا الانسايزف نيرف جوه المانديبول عشان يغذي اللور كاناين والانسايزور اللي هو الناب والقواطع اللي تحت. طيب قبل ما الانفيرور الفولار نيرف بيدخل المانديبولار فورامين بيدينا نيرف صغير اسمه نيرف تو مايلو هايويد ماسل، النيرف ده بيغذي المايلو هايويد ماسل والانتيرور بيلي اوف دايجاستريك اللي احنا شفناهم في اول الفيديو. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك شير سبسكرايب للقناه، وقلنا رايك في التعليقات. كده نكون وصلنا للنهايه، السلام عليكم.